يطمح كل رياضي في العالم إلى الوصول للمجد والشهرة عن طريق إنجازات تخلد تعب سنين من التمارين والكفاح، لكن بعضهم قد يدمر مسيرته وشقاء سنين في لحظات غضب أو تهور، وربما أصبح مؤخراً توجيه اتهامات لنجوم مشاهير في جرائم مالية مثل التهرب الضريبي والتلاعب المالي، لكن معظمها جرائم لا يتطور الأمر فيها إلى الزج في السجون. لكننا سنتحدث هنا عن جرائم أكثر خطورة، جرائم قادت أصحابها من أبواب المجد إلى غياهب السجن، ونقدم لكم تقريراً عن لاعبي كرة القدم ارتكبوا جرائم مريعة. آدم جونسون، اللاعب الدولي للمنتخب الإنجليزي ولاعب فريقي مانشستر سيتي وسندرلاند، تم الحكم عليه بست سنوات في السجن في قضية اعتداء على قاصر تبلغ من العمر 15 عاماً، حدثت وقائعها في عام 2015 وأنهت مسيرة اللاعب الكروية مبكراً على إثر هذا الاتهام. اللاعب الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي في ولاية المدرب روبرتو مانشيني أقر أنه كان في علاقة جنسية مع شابة لا تزال قاصراً في حكم القانون الإنجليزي. في مطلع 2019 أعلنت الشرطة الإنجليزية عن الإفراج المشروط عن اللاعب الإنجليزي السابق بعد 3 سنوات قضاها في السجن، وهي فترة كافية لإنهاء مسيرته الكروية، حيث لا يوجد أي ناد في العالم حالياً يقبل بارتداء جونسون لقميصه. نزار الطرابلسي، بعد يومين من هجمات 11 من أيلول سبتمبر لعام 2011 في الولايات المتحدة، تم اعتقال اللاعب التونسي نزار الطرابلسي لاعب ستاندرليغ البلجيكي ودوزلدورف الألماني، وحكم عليه القضاء البلجيكي في عام 2003 بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته بالتخطيط مع جماعات متشددة لشن اعتداء بشاحنة مفخخة ضد قاعدة كلين بروغي للعسكرية في شمال بلجيكا، والتي يتمركز فيها جنود أمريكيون يقال أنهم يحرسون صواريخ نووية. نزار الطرابلسي نشط في النادي الصفاقس التونسي ومر بمختلف فئات الشباب، ومن ثم غادر للاحتراف في أوروبا. قصة الطرابلسي تعد من أغرب قصص لاعبي كرة القدم، حيث إن الكثيرين من متابعي الكرة في أوروبا يذكرون أنه كان لاعبا جيدا ورياضيا موهوبا، ولكن انتهى به الأمر من الاحتراف إلى التطرف. ماركوس ألونسو، عندما تسمع كلمة ألونسو وحادث سيارة قد يذهب تفكيرك تلقائيا إلى فرناندو ألونسو بطل العالم للفورمولا 1، لكن قد لا يعلم البعض أن صاحب الوجه الطفولي لاعب تشيلسي الإنجليزي ماركوس ألونسو قد دخل السجن على إثر مقتل فتاة شابة. ففي مايو 2011 وخلال قيادته لسيارته بتهور وتحت تأثير الكحول في ضواحي العاصمة الإسبانية مدريد، قام الظهير الأيسر ماركوس ألونسو ورفيقته بالاصطدام في حائط ما أدى إلى وفاتها عن عمر يناهز 22 عاماً، وتم القبض على ماركوس ألونسو وحكم عليه ب 21 شهراً في السجن، لكن خفضت العقوبة لتصبح غرامة مالية قدرها 61,000 جنيه استرليني، وتم منعه من القيادة ل3 سنين و4 أشهر. تم تخفيف العقوبة بعد دفع ألونسو لعائلة الضحية 500,000 يورو ليتم التنازل عن القضية. بعد حوالي 10 سنين من هذه القضية، قد لا تمر مباراة لماركوس ألونسو من دون أن يذكره مشجعو الفريق المنافس أنه قد قاتل فتاة شابة بسبب طيشه. محمد موجيتش، المهاجم اليوغوسلافي السابق محمد موجيتش الذي مثل منتخب بلاده في كأس العالم لعام 1962 قام بقتل لاعب الاتحاد السوفيتي إدوارد دوبنيسكي عندما قام بكسر ساقه خلال مباراة المنتخبين بالمونديال. لم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ تسببت الإصابة بإحداث سرطان بالعظام، توفي على إثرها دوبنيسكي بعد 7 سنوات في عرقلة صنفها البعض الأسوأ في تاريخ الرياضات. والغريب بالموضوع أن الحكم أمر باستمرار اللعب. باتريك كلويفرت،
تسبب اللاعب الهولندي ونجم برشلونة وأياكس السابق باتريك كلويفرت في مقتل المخرج المسرحي مارتن بوتنن بفعل حادث مروري وقع عام 1995 في العاصمة الهولندية أمستردام. واتهم اللاعب حينها بالقتل الخطأ بسبب القيادة بسرعة جنونية، وقد حكمت المحكمة الابتدائية بسجنه قبل أن يحكم عليه بالخدمة الاجتماعية عوضا عنها، وهو ما جعله ينجو من عقوبة السجن ويكمل مسيرته الكروية في أوروبا. المحزن بالأمر أن المخرج مارتن بوتنن الذي لقي حتفه على يد كلويفرت كان من أكبر مشجعي أياكس الهولندي والنجم الصاعد للفريق كلويفرت. دييغو بونانوتي. بعد تنبؤ العديد له بمستقبل مشرق وواعد بعالم المستديرة، بدأها بزمالة ميسي بالمنتخب الأرجنتيني الذي فاز بذهبية كرة القدم في أولمبيات 2008، وجهت تهمة القتل الخطأ إلى اللاعب دييغو بونانوتي عام 2009 في الأرجنتين حين كان لاعباً لنادي ريفر بليت. تسببت قيادة بونانوتي المجنونة خلال الأمطار الغزيرة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بحادث مروري مروع تسبب في مقتل 3 من أصدقائه الذين كانوا يرافقونه بالسيارة. طالب المدعي العام الأرجنتيني وقتها باعتقاله على خلفية 3 تهم بالقتل الخطأ، لكن الاعتقال لم ينفذ وتم إغلاق القضية ليعود بونانوتي الملقب بالقزم للملاعب بعد 4 أشهر ويكمل مسيرته الكروية التي لم تلبي الطموحات والآمال التي كانت معقودة عليه. برونو دي سوزا. في يوليو 2010 أمر قاض برازيلي بالقبض على حارس مرمى نادي فلامينغو البرازيلي برونو دي سوزا إثر الاشتباه في قيامه بقتل صديقته عريضة الأزياء إليزا سامودي والتي تمت إدانته على إثرها لاحقا وحكم عليها ب22 سنة في السجن. أشارت التقارير الإعلامية أنه نشب نزاع كبير بين الحارس البرازيلي وصديقته عريضة الأزياء بعد أن طالبته بالاعتراف بطفل لهما، وكانت قد بدأت عريضة الأزياء إليزا سامودي بالتكلم إلى الصحافة وبدأت إجراءات مقاضاته من أجل إجباره على الاعتراف بالطفل، مما دفع برونو دي سوزا ليبدأ بالتخطيط للتخلص منها. ووفقا للشرطة، ذكر ابن عم برونو المراهق الذي كان جزءا من الجريمة أن جثة عريضة الأزياء إليزا سامودي قطعت وأطعمت بعض أجزائها للكلاب، بينما تم دفن أجزاء أخرى تحت الخرسانة. في عام 2019 أصدرت المحكمة العليا بالبرازيل قرارا بالإفراج عن برونو بعد قضائه أقل من نصف عقوبة سجنه التي تبلغ 22 عاما، وقررت المحكمة أن يستكمل برونو باقي مدة حبسه تحت الإقامة الجبرية في منزله.